بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة تقول: بلعت ريقي عادي، يخطئ كثير من الناس، يظن بأنه لا يجوز له أن يبلع الريق ويقوم باللفظ لكل ريقه. لا يجوز هذا الأمر، هذه بدعة في الدين. يجوز الإنسان يكون طبيعي يبلع الريق، وليس أنه لا يفعل ذلك أي لا يبلع ريقه، وإنما يتصرف بشكل عادي. إذا تمضمض لا يبالغ في مضمضته، وإنما يتمضمض بشكل طبيعي جدا، فلا إشكال في بلع الريق. وقد عجبت من أن بعض الناس يعتقد بأن بلع الريق يفطر، وهذه يعني ليس المقصود. المقصود أن يمتنع عن الأكل والشرب ويعني شوتي الفرج والبطن. طيب ما دخل لبلع الريق في هذا الأمر؟ فلا إشكال في هذا الشيء مطلقاً.